اهلا بيكم في فيديو جديد هيعجبكم جدا جدا اللي انتوا كنتوا منتظرينه من فتره. سواء نزلت قبل كده بوست على البيج بتاعتنا على فيسبوك، لو انتوا حابين تعرفوا التصوير والتعديل على الصور ازاي بيتم، واتكلمت قبل كده عن ان انا مستعد اتكلم عن برنامج بستخدمه دايما، فده الفيديو بتاع البرنامج. في البدايه هنتكلم مع بعض على تصوير بالموبايل اللي انا بصور بيه دلوقتي الفيديو، بس بصور بيه الصور، فهوريكم ازاي بعمل عليها اديت باستخدام برنامج اسمه سناب سيد. اكيد ناس كتير منكم تعرف البرنامج، واللي ما يعرفش البرنامج اسمه سناب سيد، موجود على جوجل بلاي وعلى الاب ستور لو انت ايفون، واللينكات هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن، والبرنامج من جوجل فده مش اعلان يعني باي ذا واي يعني. فخلينا نتنقل على طول للايديتنج ونبدا. هنبدا دلوقتي نعمل اديت لصوره من ضمن الصور اللي كنا عايزين نعملها اديت يعني على سناب سيد. نجيب الجاليري هنا عادي، نختار الصور بتاعتنا في الداونلودز، نختار الصوره اللي هي دي صوره انا صورتها بالموبايل بتاعي بالنوت 9، وهنعمل الايديت بسرعه كده خفيفه يعني بسرعه كده شويه. حاجات ممكن نستخدمها فينا اللوكس، شويه بريسيتس انت بتلعب فيهم وتختار، يعني مش بتعدل فيهم حاجه، هم انت بتختار بس بريسيتس جاهزه، في بورتريت، في سموث، في بوب، انت ممكن تجربهم وتشوفهم. في الاكسبورت دي بعد ما بتخلص الصوره كايديت تختارها عشان تعمل منها سيف للصوره نفسها او للبروجكت اللي انت عملته. احنا بنلعب في التولز عندنا، انا حابب العب من الصوره زي ما انتم شايفينها كده، عايز اخلي فيها ديتيلز شويه شاربنس. هنخش في اتش دي ار، هاي ديناميك رينج، كل حاجه من اللي انا هنقولها دلوقتي، كل تول من كل او كل اداه من كل من الادوات اللي انا هنتكلم عنها دلوقتي انا شارحها بالتفصيل الممل في فيديو تاني طويل شويه. الفيديو ده هيكون للناس اللي هي انترميديت شويه او اللي عايزه تعرف تفاصيل اكتر، لكن الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي ده زي ما كنت بقول ده عباره عن الفيديو مبسط للناس البيجنرز اللي هم ممكن يكونوا بيصوروا صور مش دايما وبنفس الوقت عايزين يطلعوها بشكل كويس او بشكل اكسبتابل اكتر. يعني الاتش دي ار دي ممكن اداه تستخدمها في انها بتزود لك التفاصيل، يعني انتوا شايفين لو دوسنا على البتاع اللي فوق دي تاني اللي فوق لو دوسنا الصوره تبقى اب، شلنا تبقى بعد اب بعد قبل بعد. ال HDR ده بيزود لك تفاصيل في المناطق المظلمه اللي هي زي دي مثلا والمناطق المنوره خالص. لو عملت كده شايفين الوضع، تفاصيل زادت اكتر في منطقة الزرع وتحت وزادت فوق اكتر. جبتها كده مفيش تفاصيل، زود تفاصيل، فانت تختار الوضع اللي تحبه. انا شايف انه كده كويس، وتعمل تدخل هنا، بدخل بعد كده على التون ايمج، تلعب شويه في البرايتنس تمام. احب العب في الامبيانس برضو، الامبيانس بتدي وضع افضل شويه، والكونتراست ممكن نلعب فيها في حته تانية برضو من مكان تاني. شايفها كده كويسه، انا بحاول اكون سريع معاكم عشان الفيديو يكون خفيف ما يكونش طويل ويعني ايه ويبان ان هو زي التاني اللي هو الانترميديت. يعني في حاجه اسمها التونال كونتراست، التونال كونتراست دي اللي هي ايه الحده او التباين، عايز التباين بتاع الالوان عامل ازاي يكون، عايز التباين بين الاشكال يكون عامل ازاي. بصوا عندك الهاي كونتراست، بصوا شايفين قبل بعد، شايفين الحته دي من السما، بصوا اهي الحته دي من السما اللي تحت ايديا دي اهي شايفينها، بصوا قبل بعد هي باينه في المكان ده افضل، والسما برضو انا في السما في المكان ده كله. شوفين الهاي كونتراست، يعني لو شلناها كده خالص ارفعها قبل بعد. الموضوع ده او اي تول من التولز اللي احنا شغالين عليها دي انت ممكن تعرفه اكتر من انك انت تجرب تلعب كده، تجرب وتشوفه بيعمل ايه. شايفين الصوره بيئتين لغايه دلوقتي، شكلها افضل من الاول. لو دوست في اي مكان فاضي هنا يجيبها لك قبل، تدوس يعني تلمس كده تاتش وتهولد، فاهمني، تحط ايدك على طول يعني تضغط كده. شايفين الصورة قبل بعد بعد، الصورة أكيد تختلف اختلاف جذري. في من ضمن الحاجات اللي بحب نعمل فيها الوايت بالانس، أنا بحب ساعات الصورة تبقى وورم شوية أو دافية شوية، وساعات بحبها اللي هي مش هنقول كولد ونقول باردة، لا بتبقى عكس الورم مش دافية، يعني تختلف من السين أو المشهد اللي أنت عايزه. فممكن تلعب في الموضوع ده بالأداة دي اللي هي الوايت بالانس، تعمل هنا تختارها كده وايت بالانس، برضو بالعربي باين ان هو ايه توازن اللون الابيض. لو عملت كده شايفين اللي بيحصل، الصوره بتصفر اكتر، الصوره بتزرق اكتر لما تيجي تسحبها للشمال.
فانا بختار حته كده احس ان الصوره وارم انف يعني. بصوا يعني هي مش عارف هتبان في الكاميرا هنا ولا لا. بصوا شايفين، بصوا هنا الصوره دلوقتي انا شايفها بعينيا دافيه شويه، لكن كده مختلفه. لو زودنا شويه بس ممكن، عشان بصوا اعتبرها كده. بصوا شايفين كده باينه اكتر في الفيديو، هتلاقوا باينه اكتر كده. بصوا هنا زرقاء خالص الوضع اللي قبل بعد قبل بعد. انا طبعا مش هخليها كده، انا هخليها حته صغيره كده. الايفكت كل ما كان اخف كل ما يكون افضل يعني، من غير ما انه ما يكونش باين اكتر. الناس بتبقى عارفه انك عامل اديت، بس شطارتك في انك تخفي الاديت ده او تخلي الصوره طبيعيه اكتر يعني. ايه تاني ممكن نتكلم عنه معاكم؟ اتكلمنا عن اتش دي ار، اتكلمنا عن الوايت بالانس، اتكلمنا عن التونال كونتراست. ممكن نتكلم عن الديتيلز. الديتيلز دي انك تزود الديتيلز اللي في الصوره، تفاصيل في الصوره بتزيد اكتر. بصوا هنا الصوره دي اكتر صوره ممكن تفهموا منها الحته دي، لان الشجر ده الشجر والفروع والازهار دي عباره عن ديتيلز مخفيه شويه، ممكن تخفيها اكتر كده وممكن نبينها اكتر كده. شايفين حتى الخطوط اللي هنا واللي هنا، يعني مثلا الحته دي شايفين، شايفين المكان ده اللي هو الـ 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 الشباك الازرق ده، في زي سياخ كده او في حتت سودا كده، انت ممكن تبينها اكتر. شايفين، شايفين الوضع عامل ازاي؟ ممكن تخفيها، ممكن تبينها. شوفوا مثلا حته زي الزرع بقت عامله ازاي. بصوا تخفيها من بعيد، شوفوا المنظر من اول، والديتيلز برضه فوق في السماء اهو. فانت بتختار الديتيلز امتى، شكل الديتيلز بيبقى عامل ازاي، قبل بعد قبل بعد. مش هتلاقيها باينه قبل بعد اول، لانك انت برضه ما اخترتش درجه للايفكت او درجه للتاثير كبيره، ودي شطارتك برضه في الموضوع. ممكن تختار في حاجه تانية الفينتج والفينتج برضه، الفينتج والفيجنت. هو ده اول مره اخد بالي انها فيجنت مش فينتج. الفينتج دي بتختار ايفكتس وبتلعب عليها برضه عادي. فانا ممكن اختار ايفكت لون ازرق شويه. الله 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 كده الشكل، شايفين قبل بعد قبل بعد قبل بعد، الصورة بقي كده شكلها أحلى. هنا ممكن تختار الأبيض اللي هو تبقى الإضاءة السوداء حوالينها دي، عارفينها الناس اللي بتشتغل في فوتوشوب هتبقى عارفة الموضوع يعني. فبس شايف كده الصورة، بصوا قبل كانت حلوة بس كده أحلى، هنا حلوة الصورة كده حلوة كده أحلى بكتير بمراحل. شايفين صورة كده احلى، تعمل لها اكسبورت عادي سيف. شكرا. في حاجة عايز اقولها لكم من الحتة اللي فوق دي، لو انتوا عايزين ترجعوا خطوة بتعملوا اندو، بتختار البتاع اللي فوق دي اللي هي عبارة عن اللايرز، وفي زي سهم بيرجع لورا بتدوس عليها كده، بتختار من القائمة المنسدلة، خلينا نقول منسدلة عادي في وسط الكلام، اندو او ريدو. ريدو ده لو انت عملت اندو وعايز ترجع خلاص الايفكت ترجعه تاني تدوس ريدو، الايفكت بيرجع. في حتة تانية برضو حلوة في البرنامج ده، بيقسم لك البروجكت بتاعك او الصورة كلايرز او كحاجات فوق بعض زي الفوتوشوب كده. انت الصورة كانت اوريجينال، ادي الايفكت بتاعتك، شوف كل ايفكت كان بيعمل اتش دي ار، تون ايمج، التونال كونتراست، الوايت بالانس، الديتيلز، الفينتج قصدي عفوا. شايفين المنظر، ممكن تعدل على كل واحدة يعني، ممكن تعدل في التونال كونتراست تدوس السهم ده. انا شارح كل حاجة بالتفصيل في الفيديو التاني ممكن تشوفوه يعني، زي ما كنت بقول. تعمل اكسبورت سيف، تسيبه بيسيف كده مع نفسه. انا زي ما كنت بقول في الفيديو ده، حبيت اتكلم على الايديتنج، تعديل على الصور بشكل بيجنرز اكتر، للبيجنرز اكتر. في فيديو تاني زي ما بتكلم كده مدته طويله جدا، ممكن تجيب كوبايه شاي وتتفرج عليه. انا عارف ان مدته طويله جدا جدا، بس عشان شرحته ان ديتيلز، وان شاء الله الفيديوين هينزلوا مع بعض. في النهايه شكرا جدا جدا ليكم. هذه الصوره بس. في النهاية حابب اقول لكم شكرا جدا لو انت بتتفرج على الفيديو لغاية دلوقتي، وفي فيديو تاني زي ما كنت بقول مور ديتيلز، في بقى في تفاصيل اكتر يعني للناس الانترميديت والناس المجانين اللي بتصور زي اي حاجة كده. لو انت حابب تعرف تفاصيل اكتر عن التصوير بيكون ازاي، الايديتنج بيكون ازاي، بتفاصيل اكتر في كل تول او كل قلم من الادوات اللي اتكلمنا عنها وادوات اكتر كمان، في فيديو تاني طويل جدا ممكن تتفرجوا عليه، هيجيكم باذن الله يعني. وفي النهاية زي ما بقول دايما يعني، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وتعمل له شير، ولو ما عجبكش تعمل ديسلايك، بس تقول لنا تحت ايه اللي ما عجبكش في الفيديو، وتشاركنا برأيك في الموضوع عموما والفكرة لو انت جربتها، او لو انت عدلت على صورة قبل كده باستخدام البرنامج، لو تعرف اي اضافات جديدة او ادوات جديدة مش عارفينها ممكن تقول لنا عليها في الكومنتات تحت الفيديو، وتشارك الفيديو مع حد من اصحابك، ولو عجبك الفيديو تعمل له لايك طبعا يعني عادي، تعمل سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب بس.
وزي ما بقول دايما thank you for watching and see you next video. Bye.